هاي، ازيكم؟ عمي وحشتوني 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 كتير 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 كتير. احلى فانز واحلى منتسبين واحلى ناس جميله دايما موجودين معايا. وحشتوني كتير، ما تنسوش بصمتكم الحلوه معانا وشير معانا للفيديو ودعمكم بالملصقات العجيبه والسوبر شات والانتساب معانا. ان شاء الله يبقى في مستويات كتير مختلفه طبعا بفيديوهاتها كتير معانا وجديده معانا في الانتساب. هستناك وهستنى. ميرسي كتير لكل الناس اللي دعمتنا والناس اللي انتسبت معايا في اي مستوى. ميرسي كتير ليكم ولوجودكم معايا والناس اللي كانت غايبه ورجعت لنا تاني، نورتنا وشرفتنا. والجديد والاحلى والمميز عندنا بوجودكم معايا. احلى فانز، ما تنسوش بصمتكم الحلوه معانا. النهارده هنعمل الباميه بتاعتنا، هنقمعها هي اوبا. هي سهلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. بقى بامية وملوخية بقى وايه تفضلوا معانا. واللي لسه ما اشتركش معانا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد وجديد مع ايمي. في حاجات كتير عن الانتساب مميزة ومختلفة جدا جدا لأحلى فانز وأحلى ناس دايما منوروني ومشرفوني. وحشتوني 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 كتير. الكبيرة ديت المنظر دوت الشغل الأول روح ديت. استنوني قريب إن شاء الله في لايف نتكلموا كتير مع بعضينا عشان انتوا وحشتوني. في حاجات كتير حصري ومختلفة مع أحلى ضيوف دايما شرفونا ومنورونا بإذن الله الفترة اللي جاية مع بعضينا. استنوني ما تروحش أي مكان تاني. واللي لسه ما بصمش بصمتكم الحلوه معانا شير معانا للفيديو. واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد وجديد مع ايمي. وبقى النهارده حاجات كتير واكلات كتير ابتدوها بالباميه بتاعتنا. باميه بقى وحلاوتها كده مع الليمون طعمها جميل. في ناس كمان بتحبها لما تبات يعني تقعد لتاني يوم. شايفين كده قريب الطريقه معانا. سيف بقى وحلات السيف معانا، حاجات كتيره ومتميزه ومختلفه معانا. كده قريب الطريقة معانا. سيف بقى وحلات السيف معانا، حاجات كتيرة ومتميزة ومختلفة معانا في الانتساب. هتعجبكم كتير كتير ان شاء الله. هستناكم تشرفونا، استنى دعمكم معانا في اول لايف او في العرض الاول للفيديو بالملصقات العجيبة والسوبر شات وبصمتكم الحلوة طبعا معايا. ساكت بس شوية. الحصري والمصايف البحر وكل حاجه جديده على الانتساب لاحلى منتسبين دايما مميزين عندي في كل المستويات، خصوصا لاحلى الفيديوهات على المستوى الذهبي والماسي. هيبقى معانا مستويات تانية ان شاء الله، هستناكم تنوروني فيها طبعا. الطريقه ديت سهله خالص، كبيره بس معانا تقسميها على اتنين. احلى فانز واحلى ناس
دايما منورونا، ما تنسوش شير معانا للفيديو، دعمكم الجميل بالوصفات العجيبه والسوبر شات وبسمتكم الحلوه طبعا ووجودكم معايا. ميرسي كتير لكل الناس الذوق اللي دايما منورونا طبعا بذوقها واحترامها وبكومنتاتها كتير ومحترمه الذوق زي حضراتكم وكل الناس اللي حاضره معايا العرض الاول للفيديو. وفتة كده تدوير حلوة من ايمي، وفتة كده تدوير حلوة من ايمي، وبس اقرب لكم بس الكاميرا كده مش هتبقى واضحة قوي. وحشتوني وحشتوني كتير بجد الفترة اللي فاتت ديت، انتظروا الجديد بقى والأحلى الأيام اللي جاية. واللي لسه حاضر معانا العرض الأول للفيديو ولسه ما اشتركش معانا في القناة يشتركوا، فاعزل الجرس عشان يصلوا كل جديد وجديد معانا. المنظر الحلو ده برضو كبيرة ديت، انا بقسمها ايه على نصين، مش حلوة خالص، سهلة جدا جدا. حابة بقى تجفي فاحنا هنطبخها كده كده على طول. قلت عليكم بس انتوا وحشتوني واكيد انا كمان وحشتكم، لان كتير ما بنعملش فيديوهات طويله لاحلى فانز، ده بناء بقى على طلبكم عشان الناس ايه اللي زعلانه مننا. وين كده تدريتنا الجميلة مع ايمي زي ما قلنا. طولنا عليكم احلى طبق باميه ولسه طبعا، بس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هو وحشتوني كتير كتير كتير، احلى فن موجود معانا. ما تنسوش بصمتكم الحلوه معانا وشير معانا للفيديو ودعمكم الجميل بالمواصفات العجيبه والسوبر شات، وبحبكم كتير، باي.